ملي كنا غادي لايروبو بان لي الكورطاب كان جالس مرتاح، ما باينش عليه كاع الخوف في وجهو، تيجاوب على التليفونات كاملين وتعطي التعليمات ديالو الناس ديال الكازينو على ما يرجع من السفر. وغير وصلنا للبلاكه اللي مكتوب فيها المايل 25 وجو بدا تيدوب فحال شي شمع. كل ما تنفوتو هذيك البلاكه وجو تيزيد يصفر ويديه تترعد، كل شويه كان تيدور هذاك العنقر الرقيق ديالو باش يشوف واش كاينه شي طوموبيله ديال الرواسه. ملي وصلنا قدام الطياره ما قدرش يخرج من الطوموبيل، ما بقاوش ليه ركابي باش يوقف على رجلي. قال لي نسيت واحد الدوسي مهم في البير وخاصنا ضروري نرجعو للكازينو. خشا يدي فرانكي في هاديك الطوموبيل وجبدو من عنقو فحال شي دجاجه. قال لي الخدمه ديالك سالات في هاد المدينه، كاين دوسي واحد اللي غتخدم عليه هو اللي تيتسناك في كورليو. هزو فوق كتافو فحال شي كوب تيديرو باتيناج ارتيستيك وتحرك بيه الدروج ديال الطيار. سبونسور ديال الفيديو غيكون هو وانيكسبت. وانيكسبت واحد لابلاتفورم تتخليك تراهن على الفروق المفضلة ديالك ولا الفروق اللي متابعة وكلشي بالتليفون. وبيان سور خاص تكون واحد الانسان مولف تيكوت الماتشات. نهار الاربعاء كاين الماتش على ريال مدريد والبايرن ميونشن. الى دخلتي بالكود برومو ديالي اللي هو بلقا 23 غادي تدخل عندهم السيت غيعطوك بونيس فيه 2600 درهم. أخليكم الإخوان كل شيء أو تعليق، حد سعيد للجميع ونكمل الفيديو ديالنا. ضربنا أكثر من 10,000 كيلومتر في الطيارة لاس فيغاس باليرمو. تراجي كامل الكونطابل ما خرجش كلمة واحدة من الفم وما بغاش شي ياكل، كانت يشربها في القلاعي ديال الماء حاش يحاول يفهم الفيلم ليلة قبل من الليل. كان سولني سؤال واحد قبل ما ديكولي الطيارة، قال لي واش هذاك الشيء اللي وعدتيني به في الكباري باقي شاد في بلاصتو. وقبل ما يكمل الجملة ديالو قلت لي هذاك الجوكر اللي عطيتك سبيريم اللي خلصتي هذوك جوج رواسه باش يقتلوه، عندك دابا 10 ديال السوايع ديال التراجي كافية باش تصالح مع ذاتك وحاول تفكر حوايج زوينين. خليته مركن بوحدو في واحد الكرسي اللور. بالنسبة لي هذاك السيد ما بقاش محسوب عليا، الواجب هو الوحيد اللي يحدد المصير ديالو. ملي وقفت الطوموبيله قدام الدار ديال الواجب بقات تركن لنا داك الكونطابل ما باش يخرج، شير عليه فرانكي بيدعميه وخرجوا من الجاجه ديال داك الطوموبيل. كان تضحك معاه بحال تيلعب مع شي دري صغير ولكن بوجه كئيب ديال الجلاد، هذوك الجلاده ديال العصور الوسطى اللي ما تعرفوش حاجه سميتها الرحمه. خرجهم لذاك الشرجم بحال خرج شي جاكيطه ديال الكوير. الكونطاب كانت فيها 64 كيلو وعنقو فحال غادي بخطيبتو. توصلوا لباب كبير ديال الحديد. الكونطاب ديالنا كان عايش في لاس فيغاس بعيد على الصداع والمشاكل والقتيلات من غير القماره والكروبي. الفكره ديالو على المافيا واخده غير من الافلام، وهذوك الافلام اللي تيساليو بالهابي اند بحال المافيا بلوز. ما كانش عارف بلا بعض المرات الحقيقة تتفوت الخيال، ومن يتهز الممثل شي قرطاسة ما تبقاش يعاود ينوض باش يسلم على الجمهور. جلس الكونطار في واحد الصالون كبير وبقاو تتبدلوا عليه الوجوه، ما كاين المستاجات والفاتشات ديال الإجراء، كلشي تيشوف فيه ما تيهضرش معاه. هادوك الفعاي ديال الكوميساريات خاص تكون مدوز وسنطراوي باش تفهم، والله طامع مسكينة في شي جوج تصرفيقات وما يخليوش عايش هاد السسبانس ديال هيتشكوك. فوسط داك السقيل اللي كان ضارب في الصالون سمع صوت ديال واحد العكاز جاي من البعيد، كان عكاز ديال العاج عاطي الهيبة ديالو مزيان مع داك الجليج اللي كان في الأرض. وقف عليه الوجه فحال حلقة 18 من جزيرة الكنز، وجهو طايح وتيخلع بكسرات الصحيح، وكان هاز كاس في يدي وجايب لها الكاو على الصباح. يلا بغا الكونطابل يدير هداك الشغل ديال الوليات، يتلاح لي على جليه وبدا يتلف فيه هو يدفعو البوص بالعكاز. دوا معاه بصوت غليظ، صوت ديال واحد ما ناعش ليلة كاملة. قال لي عطي راسك شوية ديال الاحترام، عشتي حياتك كلها ماتة، حاول على الأقل تموت راجل. دابا جمع سروالك راك باقي موظف ديال المافيا وباقي محسوب عليه. فهاديك اللحظة تحلات الباب ودخلوا واحد الجوج ضاربين كوستيمات كحلين، حطو الماليطات وجلسو في طبلة فيها تلاتة ديال لي بيسي. كانوا لي كونطابل صيفطنا يوري كوي، جبناهم باش يتحاسبو مع الكونطابل.
المافيا عمرها ما تسقط للناس ديالو الا الا كانت عليهم الحوشه. جلسوا بيناتهم حطوا لينا جوج كراسي قدامهم. الجلسه كانت فحال شي مجلس تاديبي. فقال من الساعة خرجوا العجب من هذاك البيسي ديالو. السيد كان باترون ديال بصح وباترون تاع الواجي اللي دخلات عنده فيها 1%، ومن غير لي فيرمون الغلا جايين من دي كونت اوفشور ما عندهم حتى شي علاقه مع المافيا. هذاك التفرتيت اللي كان يسحب لينا تيضرب جيبو وكنا مغمضين عليه العين ولا كافيار ديال لاميل بالتي. السيد ولات عنده كرش كبير ومبقاش عنده مع طريف ديال الخبز. شعل الواجي واحد السيجار فيه ريحه الموت ويدي كانت تترعد بالصدمة. ما كاش متوقع الكونطاب تنهب بهذيك الطريقة. قال لي 35 عام ديال المافيا عملنا في ويدان ديال الدمايات والجوتات، حين العرق من الجدر ديال المافيا تشيشيلي شراف غير سمياتهم تيرعدو لانتربول، عمرك ما توصل للضفر ديالو. هاد القوادة كاملة باش نحررو 5% اللي تتوصلني كل أشهر، ودابا انت قد ولدي وبغيتي تقاسم معايا الباي ديالي غير حيت قريتي شوية ديال الكونطابيليتي. كان تيهضر مع الويجي و تيتلمس في البيريطة ديالو، كان خاشيها في الجيب ديال الفيس. قلت كون غيفرق عليه راسو في هاد الصالون و ندفنو هاد المشكل. الصراحة ما بغيتش نشوف هداك الكونطاب تيتعدى، دار خطا خاصو يموت و نجمعو هاد الدوسي، ولكن الويجي عزيز عليه يخلي العبرة. بغا الموت ديالو تانسبيرو منا بزاف ديال الناس و سيرتو هادوك لا يبداو معاه الخدمة. دفع هداك البيسي بالعكاز ديالو تتشتت مع الأرض. قال لي نتمنى تكون استمتعتي مزيان بالفلوس ديالي في لاس فيغاس، دابا خرجوا لك وراق التقاعد وخاصني نصيفطك ترتاح شويه. شاف الواجي في واحد جوج عراض كانوا واقفين حداه، طاروا عليه وداروا كثر من خدمتهم، هزوهم البالما ديال السروال وبقاو مجرجرين في الارض تخرجوهم من هذاك الصالون. الطريق اللي شدو به كنت نعرفها مزيان، كانت البلاصه اللي دفنوا فيها الشراف ديال كورليو. كان واحد تونيل طويل عاطي مورا الدار ديال الويجي، مكتوبة في بروبريتي بريبي ودافن بزاف ديال المشاكل. من وصلنا السيمتير ديال المافيا لقينا واحد ثلاثة يلا صالة والحفير، صوبوا لي قبر سير ميزور، فصلوا لي فحال الكوسطارة ديال كابوتو. وحدهم كان واقف واحد الدري باقي جون ما باينش عليه واحد من هذوك العروبية ديال كورليو، كان ضارب كوستيم صيفي ديال لولا وماليطا ديال الجن، غير شفت فيه واحد رعيني كان باين عليه مخلوع فحال هو اللي غيدفنو. عرفت هذيك الساعة بلا كان الكونطاب الجديد ديالنا. جابوا الويجي سيني كونطرا قدام هذاك القبر باش يعرف من الديبار شنو ليه وشنو ليه. ملي قربنا قدام هذيك الحفرة حيد الويجي الرولكس اللي كانت في يد الكونطاب، قال لي ما عندك ما دير بها هنايا لتحت، ما كاين لا دريات لا سترينغات، كاين الرملة والدود، يلاه السبعو الكونطاب باش يقول شي حاجة. هو يترك المسكين من دارو وشيرو بيه في وسط هذيك الحفرة. صراحة كان سبيكتاكل ما فيه ما يتشاف، ولكن هذا هو قانون اللعبة. مني تتشفر المافيا ما تتعطيكش الإقالة وعمرها ما تتعيط لك على البوليس. الغواد ديال الكونطاب ديرونج هادوك الفراخ كاملين اللي كانوا فوق الشر، وبدا تيقلب شوية كل ما تلاحوا البلاط تاع الرملة. مني سالو ضربوا عليه السيما بحال شي ضريح ديال شي ولي صالح، ومكتبوا على القبر حتى شي سمية اين توب انكوني، ورجع هذاك الصمت اللي كان ساكن هذيك العروبية. الكونطاب الجديد كان سميتو انريكي، 27 عام، جابو الويجي من باليرمو، باقي العظم ديالو فري، وعمرو ما شتا 5000 دولار في يدي. ركب ليه البوس هذيك الرولكس، وقال لي هذا البريم ديال السينياتو، غادي تشوشي كل شهر 40000 دولار، عندك يومين في باليرمو باش توادا مع فاميتك. المكان ديال الخدمة ديالك يكون في لاس فيغاس، غادي تعجبك مزيان هذيك المدينة، مش مشى فحال كورليو. قرب الويجي عند هذاك الكونطاب باش يستوعب مزيان الهضرة اللي غيقول لي. قال لي تنطلب منك ثلاثة ديال الحوايج ساهلين، تكون تتفهم في النوامر، عمرك سمدي يديك المال ديال المافيا، إلا خاصك الفلوس شي نهار عيط ليا، المافيا تتخلص مزيان الناس ديالها، وآخر حاجة وهي المهمة، الولاء التام للكابو ديالك. إلا عندك شي مشكل مع هاد لي كونديسيون ديال الخدمة، لاكار ديال كورليون ما بعيداش على داري، تقدر ترجع لباري المواد الصباح ودير فحال عمرنا ما تلاقينا، وإلا قبلتي بهاد الشروط ديالي
غتولي محسوب عليا واحد من المافيا. انا وعدك عمري ما نديرونجيك في خدمتك، محد ما كاينش المشاكل وكلشي غادي مزيان. دابا عندك 24 ساعه باش تفكر. تلاح لي الكونطابل على يدي وباسا الي روتو، قال لي انا وفاميلتي نتلاحو في هاد الحفره الا لقيتي شي نهار دولار واحد ناقص. بقيت نشوف هذاك انريكي وجاتني الضحكه، واخا كان خايف ولكن عيني كانوا حمرين على الفلوس. سافر الحياه ديالو غتبدل في الاول، شويه ديال البوفوار وصالير مزيان بالنسبه لواحد باقي صغير ويلا بادي حياته. انا متاكد من بعد عام ولا عامين غادي تبان لي هذاك 40 الف دولار غير حبه وحده فوسط قنطار ديال الزر، وماشي بعيد يولي عنده احلام اخرين. حالة خوف الحرفه اللي يلا خشينا في الحفره. سلمت عليه وقلت لي بونا فورتونا، عندي نصيحه واحده، الا كنتي تتقلب على السعاده ما تنساش الكلام اللي قال لك البوس. قبل ما نطير من كورليون الواجب بغى بريفينغ على لا سيتوياسيون، فين وصلت لوكيت ديالنا وشكون اللي خاصو يموت باش نسدو هاد الدوسي. في الليسته ديالي بقاو لي 3 ديال المتهمين، نيكولاي وصاحبو هما اللي خلصوا هذاك الباراكوموندو اللي طرق لينا المصبان. والمتهم الثالث ما كان عندي عليه حتى شي دليل، كان صديق ديال الواجي بيريسترويكا. ولفت البوس ديما بالخدمه النقيه، ما يمكنش نشير ليه بسميه ولا معلومه الا ما كنتش متاكد منه. قلت لي هاد لونكيت قربت تسالي، تيبان لي هاد الساعه ما كاين حتى شي كومبلو. نيكولاي بغى يتلوى على البيزنس كامل ديال لا وايت نايت. لحد الساعه هو وصاحبو هما اللي متورطين في هاد لافير. تانا وعد كيموتو هاد السيمانه بابشع طريقه، وغادي نرجعو للحياه ديالنا توحش شويه البيزنس. نيكولاي كان واخد الاحتياطات ديالو كاملين، التنقلات ديالو تيخرج مع ارمي ديال لي غاردكو كلهم دي زونسيان ميليتير مترينين مزيان وتعرفوا شغلهم. الطياره ديالو ديما تتنزل في ليزايرو بور سكوندير بعد على المدن، ما كاين لا موبلات لا شبال، امبوسيبل تحط لي سنايبر من البعيد. اكبر فنان في الدومين اللي تنعرف روم 67، ما تيسيرش كثر من 750 متر. كان قال لي لا بريسيزيون ما تسبقاش، وغير شويه ديال الريح تي ديفي القرطاسه وتصوب الكليان. قلت لفراكي واخا كون كانت بوسيبل هاد القضيه، وعدت البوس بلا نيكولاي غيموت مخلوع، ولا مات بقرطاسه بين عينيه غتكون موته ساهله وما يحش بها بحال عطينا شي كادو. كنت نهضر مع فرانكي وبديت نضحك بوحدي، قال لي باين طاح لك شي بلان شيطاني في راسك. قلت لي الروسي غادي يموت مخلوع كيما وعدت الواجي، وقرطاسه وحده ما تخرجش من شي كانو. بقيت ساكت واحد شويه باش ندير ليه السوسبانس. قلت لي عمرك نقسم شي طياره باراشوت. بقات يضحك فرانكي واخا ما فهمش مزيان البلان ديالي. قال لي دوز 16 شهر ديال السيرفيس ميليتير 3 شهور وما تيشيرو بينا في وسط الظلمه من الطيارات. بقيت نفكر واحد شويه، قلت لي شنو غيكون الشعور ديالك تكون جالس في شي جيت بريفي حاط شي كاس مزيان وتتقرا الجورنال والحدا يخرجوا عندك لي بيلوت طالبين بجوج بهم دي باراشوت يسلموا عليك ويخليوك بوحدك في هذيك الطياره. تلاح فرانكي على كرشو بالضحك، يلا فهم البلان ديالي. قلت لي هادشي خاصو اورغانيزاسيون نقيه، واحد اللي تعرف يدير في حالات الخدمه هو يوري كوي. هزيت التليفون ساتيليت وعيط لي، قلت لي بغيت معلومات على نيكولاي الملياردير، واش فايت لي واخد لا ليسونس ديال البيلوطاج ديال شي طياره، وتاني حاجه بغيت تسميه ولا دريسه ديال لاجونس اللي مكلفين ليه بجيت بريفي ديالو. واخر حاجه نطلب منك لا ليست ديال لي بيلوت لي خدامين مع هاديك لا كومباني. اخوان اخوات شكرا لكم على المشاهدة، الى عجبتك الحلقة ما تنساش دير شي لايك وشي كومنتار زوين. كان معكم رشيد مقلاس برقابين، شكرا لكم والى اللقاء.